اسمعني صحنا انا ضيعت قروش بالله عليك كم عددها يا شباب اللي ضيعناها؟ خمسة أباك تطلعها ببيض الله فيسك بفيسك أولاً هذا وش معلي أيوه عن طريق الفم لا 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 تلمس لا تلمس لا تلمس ما عليك بودرة بودر جاهز؟ قال انفخ يا شريم قال ما من برطم كلك برطم شوف البرطم الحين عبد الوهاب انفخ هي ما تروح عبد الوهاب وش تبي وش تبي وش تبي متعنت تطلع القروش الموجودة خمسة قروش اليوم ما اتفقنا يا قلبي والله انها خفيفة والله بيحسية والله بيحسية ناظر والله انت بطنك حساسية وعينك حساسية ما تجي يا عبد الوهاب حساسية والله وش اسوي الحين؟ انفخ لما اطلع اطلع القرش طلع خمسة قروش لازم انفخ ولا اوخر بلساني مثلا لا 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 نفخ نفخ بسم الله لا. نفخ بوجهه بوجهه يعني لا 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 اصبر اصبر عبد الوهاب وشو؟ لا لا بفمه ايوه 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 يعني لازم فمك بفمك تجيبها باسنانك ايه بثمه يقول اعضه بدون ما انفخ بخشمك يا عبد الوهاب دور بخشمك دخل دخل وجهك كله الله لا يوفقك مرغه لا لا ها بخشمك بخشمك شم تحسس تحسس بخشمك اليوم تلقى القرش يلا يلا عبد الوهاب طبق معروفه يا اخي اللعبه قديمه دافنينه يا عيال ايوه اكيد لا لا تطول علينا انت المره الماضيه جبت لي مدري ايش هذا حبحر وما اقدر هذا مدري ايش ما اقدر اربعه لا اقول بس دخل اربعه يلا عشانك تبغى اربعه بطلع لك اربعه لا لا قصر لي شوي بعد خفض لي يا ولا واحد اثنين ثلاث ابدا عشان ريالين ما يلا شيل شيل الكاب رجع الكاب ورا شوي ريالين عصير شيل الكاب كله اعكسوا اعكسوا يا شيخ شيل الكاب يا شيخ يا شيخ يلا واحد تميس يا شيخ يلا بسم الله اولي واخره يلا بسم الله بياكل حتتسحر ولا هذا يلا بنشوف جنبك ده هنا هنا طيب معيدي طيب لا ابدا هنا فايت الخشب يلا عبد الوهاب فمك طلعها بوجهك بوجهك دور كذا ابحث ابحث خشمك الطويل يا ابوي ابحث بوجهك عبد الوهاب لا تمسح لا تمسح لا 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 تمسح يدك يدك نزل يدك نزل يلا عبد الوهاب اخر يدك اخر يدك شوف نعمة الخشم تخيل مالك خشم شوف خويي تأمل نعمة الله وكون الراضي الشاكر ايوه يلا وش عطاك الله عطايا ما لها ما طلع لي ولا واحد تبي يطلع اربعة ايش بقلك مبرج هذا فيديو كليب الان انفخ يا شرايين انفخ يلا يلا حط خدودك خدودك لازم تشارك في الموقف يلبش دقاتك يلبنا طلعت واحد يلا كويس قربنا قربنا في كم في كم هي خمسة يلا 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 ليه مو تسعة نفس المفاتيح والله ودنا بتسعة بالله اسمع اسأل على الخد 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 يا عبد الوهاب الخد الخد عبد الوهاب يلا ما عليك من مصور يا عبد الوهاب وين رايح عبد الوهاب فيك لا تعال 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 عبد الوهاب يا عبد الوهاب والله إذا مسحت يا عبد الوهاب يا وينك يا اخي هذا ما يطبق والله والله عبد الوهاب بسرعه بسرعه بوجهك بوجهك والله بسرعه بسم الله يلا ها راح اذا طلع اربع يرجع عشان خلينا تسع خلينا نشوف الحين يلا يا ايوه ايوه لا اله الا الله يلا عبد الوهاب عبد الوهاب اصبر ما طلع لي شيء دور شيبته ولا احسن النية احسن النية وانت تتيمم عشان يطلع لك شيء قلب يلا يلا عبد الوهاب والله بدا يدخن وراك شكمان بدا يدخن والله لا اله الا الله رياض بسم الله بسم الله عليك انت تعرف الدجاج البرش لما تحطه كذا في الدقيق يا عبد الوهاب ترى اشوفك ينقط قبل احطه بالزيت اشوفك اشوف اصابعك بسم الله بسم الله عليك يا عبد الوهاب لا تاكلها عادي ايش واحد ناظرني ناظرني عبد الوهاب ناظرني يلا يلا ما بقيت ما بقي شيء ما بقي شيء كم لقيت عبد الوهاب عبد الوهاب ناظرني بالله خلي خدك يدخل في الموضوع لا لا عبد الوهاب ما في شيء ما في شيء كثير كم لقيت اي والله قال انفخ ايش قال هذا انفخ ايش رايك ايوه هذه تدري جابتها لنا بالتسعين هذا يا عبد الوهاب اصبر اصبر عبد الوهاب هنا قاعد ينحش استخدم فيه كلمه برطم ايوه ايوه صح عبد الوهاب بالله يدخل الخد معاك صابر ترى يساعد يساعد يحس يحس يلا عبد الوهاب الاستشعار صح ايوه ايوه يا عبد الوهاب لا 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 بالله قرب اسرع عبد الوهاب انا بشوف وجهه وذا ايوه يلا عبد الوهاب اسرع اسرع عبد الوهاب
العب العب ايوه وسط الملعب العب عبد الوهاب شايفك شايفك والله شايفك والله بص جبته ما شاء الله شايفك هو بيعمل ايه بص يلا عبد الوهاب اقول لك واحد اثنين جبت كم واحد الحين جبت كم يلا واحد يلا كم باقي يلا خلص خلص اثنين جيب اثنين يلا يلا بسرعه 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 عبد الوهاب انفخ 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 عادي يلا انفخ 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 ايوه انفخ انفخ لا لا انفخ انفخ قلنا انفخ يلا ايوه هوبي يا اوبا خله 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 شويه ايوه لو طاح بالارض ويلك بس جيبها فمك عبد الوهاب هل تسمعني؟ شجعوه انا ابغاه بس انت تستطيع انت تستطيع يلا عبد الوهاب يلا والله ورطنا عبد الوهاب انفخ خله تطير هالدنيا مره يقول حسبي الله انت تستطيع عبد الوهاب عبد الوهاب جيب واحده انا مسامحك يلا خلاص يو كان يو كان والله طلع يقولون عبد الوهاب جيبوا له لقطه على المكان وفاضي بس يا مخرج جيب له لقطه عشان يشوفون الجمهور انه هرب هرب من هذا هرب من المكان رجعوا الحين جيب جيبوا لي لقطه على المكان وهو فاضي وبدون عبد الوهاب الرسي والله نجيب ابو درا الحين طيب خرج عبد الوهاب ولم يكمل الا كم وحده حبتين حبتين باقي كم 50% من هذا ما خلصه ايوه مرام الحسين كاتب ايش يا شباب رمز. اني انا في اعلى يقولون رياض في اعلى مراحل السعاده لا لا انا ما والله ايش رايكم بالعقاب مو سهل والله رياض لا هو مو سهل لا لا رياض